يعني انا عيله صغيره عشان تكدبوا عليا وتجرجروني على هنا؟ ما تغيريش الموضوع وخلينا في المصيبه اللي انت عملتيها. انا بالنسبه لي هو ده الموضوع، عشان موضوع طلاقي ده ما بيني وما بين حسام بس. ليه؟ هو انت مالكيش اهل ولا ايه؟ وهو انت كنت جيت اخدت راينا ما قررت تتجوز في السر على امي؟ مش احنا اهلك برضه؟ لازمته ايه الكلام في القديم يا ياسمين؟ النبي خليكي انت في نفسك، بس انا بتكلم مع ابويا. ثم ان انت ازاي اصلا تفكري انك ممكن تكدبي عليا وتقولي لي انه تعبان عشان اجي هنا؟ انت بتستغفليني ولا ايه؟ انا ماليش دعوه، هو اللي قال لي اقول كده، وبعدين هو تعب فعلا بجد لما عرف موضوع طلاقك وما كانش قادر ياخد نفسه. بجد؟ ما شاء الله، ما هو صوتهم سمع الشارع. اتكلمي باسلوب احسن من كده. اما تتعاملوا انتوا باسلوب احسن من كده. لو سمحت ما تجمعيش، انا ماليش دعوه بكل اللي بيحصل بينكم ده. عن اذنكم. باي، تعالي قولي لي هنا. انت جايه تكلميني في التليفون بعد ما خلاص اتطلقتي؟ والله كتر خيري ان انا قلت لك اصلا. يا سلام، كتر خيرك. اه طبعا، عشان اضمن ان حبيبك البكري هيجي يخبص لك كده كده، ده مش مصدق ان هو استنى اصلا من امبارح لحد النهارده. ومال؟ هو انا مش ابوكي؟ انت يا بنت مش قادره تفهمي ان انا ابوكي؟ اه فاهمه، اب يعني حضن وحنان وامان ساعه اللزوم. ولا يمكن دي كانت الابوه اللي انا كنت بقرا عنها في الكتب، ها؟ وعشان ما اكونش مفتريه، انا فعلا كنت فاكره ان انا لقيت الحضن ده عندك. بس لما كبرت فهمت ان انا ما كنتش فاهمه اي حاجه خالص، ان انا كنت راميه نفسي في حضن واحد ما بيفكرش غير في نفسه وفي نزواته، ولا اكيد ده هيأثر عليا انا واخواتي وامي. ما تدخليش امك في الموضوع. حاضر، امر واقع، انت ابويا هتفضل طول عمرك ابويا، بس ما ينفعش تبقى كده وتتوقع مني ان انا هاجي استشيرك في اي حاجه ليها دعوه بطلاقي. لا، العدل بتاع ربنا ما يرضيهوش كده. انت يا ياسمين، انت هتعلميني انا العدل؟ الكلام بيني وبينك انتهى، اتفضلي مع السلامه. بكره الصبح قبل ما تيجي على هنا عايزك تخلصني من صداع خطاب الضمان ده. عايزك تسمع. طب بعد اذنك انا يا مستر عاصم. ازيك يا مدام ياسين؟ هو انت مش هتبطل حركاتك دي ابدا؟ انت ايه؟ الطلاق اللي حصلك نافوخك؟ ازاي جاي تتصرفي كده هنا؟ جاي تهزقيني قدام الموظفين بتوعي؟ كسبت ايه لما رحت بلغت بابا الخبر؟ اذا كان الموضوع لا يخصك ولا له دعوه بيك اصلا. مالكيش دعوه انا اعمل ايه اصلا خالص. زي ما انت راكبه دماغك لوحدك سيبي كل واحد يركب دماغه لوحده. ما انت مش متعود تسمع غير صوتك. انا لسه قايله لك ايه دلوقتي يا عاصم؟ الموضوع ملوش دعوه بيك، ده موضوعي انا. كنت فاكره ان بابا هيعمل ايه؟ هلطشني قلمين ويجرجرني من شعري على بيت جوزي؟ تبقى غلطان يا عاصم. شكلي انا اللي هلطشك قلمين. انت عارف خبصك الخايب ده وصل لايه؟ وصل ان انا رحت قلت لبابا كلام زباله، كلام هيجيب له القلب على الاقل. فلو الراجل ده حصل له حاجه انت لازم تبقى عارف ان انت السبب مش انا. وحشتوني من امبارح للنهارده، وحشتوني رغم الحر والزحمه والعوامل السلبيه كتير قوي اللي في حياتنا. بس صدقوني كل ده بيهون اول ما اقرا الكلام الحلو اللي انتوا بعتينه، اول ما احس انكم فاتحين الراديو وقاعدين مستنيني. قبل ما ادخل في موضوع حلقتنا النهارده، تعالوا نسمع الكينج محمد منير. هخلص اللي في ايدي وابقى معاك بعد دقيقه. ما تشغليش بالك قوي بيا، خليكي في شغلك. يعني انت عايز تقول انك انت كنت سهران طول الليل قدام التلفزيون؟ صدقيني ما كانش جاي لي نوم خالص. وانا اقول الراجل راح فين؟ ما جاش يشرب قهوه الصبح معايا ليه؟ ما انا اصلي بدلتها بطبق رز بلبن مع الملايكة. دايت ولا بسكر؟ ورجعنا تاني وموضوعنا النهارده دمه خفيف قوي. بتعمل ايه دلوقتي حالا؟ بس كده، هو ده الموضوع. كل مطلوب منكم انكم تكلموني او تبعتوا لي اس ام اس او تبعتوا لي على الفان بيج وتقولوا لي بتعملوا ايه دلوقتي حالا. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. انا في انتظار تليفون معانا، اول تليفون نشوف صاحبه او صاحبته بيعمل ايه دلوقتي حالا. الو، مساء الفل. مساء الخير يا ادم. مين معايا؟ نحب نتعرف. انا اسمي ريم. اهلا يا ريم. طب قول لنا يا ريم بقى بتعملي ايه دلوقتي حالا؟ انا دلوقتي حالا لسه نازله من عربيتي علشان وصلت المشوار اللي انا رايحاه، اللي هو المكان اللي فيه اكتر انسان بحبه في حياتي، مع اني عارفه اني بزعله كتير ومن كتر غيرتي عليه يعني ساعات بيتعصب عليا. غيرتك عليه ولا شكك فيه يا ريم؟ لا والله العظيم غيره، بس علشان انا ما بشكش فيه، لاني متاكده انه بيحبني بس مش قد ما انا بحبه. ريم، انت كنت قلتي انك رايحه المكان اللي هو شغال فيه؟ ايوه، رايحه صرحه عشان انا عصبته امبارح قبل ما ينام. طب ربنا يستر. انا والله ما ببقاش عايزه ازعله ولا ضايقه،
وعايزه اقول له انا اسفه. بليز ما تزعلش مني.